أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاءنا الثاني في مساطر الالتزام التابع لعمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، برنامج الشريعة والقانون. اسم المدرس الأستاذ الدكتور عبد الكريم الطير. اسم المرجع كتاب الدكتور محمد حسين الشامي، مصادر الالتزام، الناشر الجيل الجديد صنعاء. اللقاء الثاني موضوع بعنوان أركان العقد في القانون اليمني. مخرجات هذا اللقاء، عزيزي الطالب بعد دراسة هذا اللقاء ينبغي أن تكون قادرا على أن تعدد أركان العقد، وتقارن بين التعبير الصريح والتعبير الضمني، تعدد صور التعبير الصريح عن الإرادة، تعدد صور التعبير الضمني عن الإرادة، تبين كيف يوجد التراضي، توضح ما يعد إيجابا وما لا يعد كذلك، تشرح أثر الموت أو فقد الأهلية على الإيجاب، تفصل كيف يسقط الإيجاب الملزم وغير الملزم. سؤال: بما ينعقد العقد؟ لا ينعقد العقد إلا بتوافر أركانه وشروط صحته، وتوافر هذه الأركان لا يتم إلا بالتراضي، والتراضي لا يستدل على وجوده وصحته إلا من خلال الإرادة الصحيحة المعبرة عنه. والتعبير لابد أن يصدر من المتعاقدين على محل مشروع ولتحقيق غاية مشروعة، فإذا ما تم ذلك انعقد العقد. أركان العقد في القانون اليمني: نص القانون على أن للعقد ثلاثة أركان، هي التراضي والطرفي العقد أو طرف العقد والمعقود عليه ما يسمى محل العقد، فهذه هي أركان العقد. محور الخلاف بين الفقه الإسلامي والقانون المدني حول أركان العقد، فبالنظر في أركان العقد في الفقهين الإسلامي والقانوني نجد الخلاف منحصر في ركن السبب، حيث اعتبره القانون من أركان العقد، هذا السبب، بينما مشروعية السبب والباعث من الانتفاع بالعقد هما من الشروط التي لا يوجد العقد شرعا إلا بوجودها. نأتي إلى التراضي كركن من أركان العقد. فالتراضي نتناول من خلاله طرق التعبير عن التراضي، سواء كان تعبير صريح أو تعبير ضمني، وأيضا نتناول في التراضي وجود التراضي، فطرق التعبير عن التراضي ووجود التراضي. ويوجد التراضي بالإيجاب والقبول، أيضا لابد أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس العقد، وأيضا نتناول في التراضي صور خاصة للتراضي. طرق التعبير عن التراضي: يتم التعبير عن الإرادة بأحد طريقين، إما تعبير صريح أو تعبير ضمني، وكلها تعبيرات عن الإرادة. فالتعبير الصريح عن الإرادة يتم بأحد الوسائل الآتية، إما باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود المراد. التعبير عن الإرادة باللفظ: الأصل في التعبير عن الإرادة هو باللفظ، إلا أن هذا التعبير لا يخلو من أحد الصيغ، وإما أن تكون صيغة الماضي أو صيغة المضارع أو صيغة الأمر أو صيغة الاستفهام. فصيغة الماضي مثل قولنا بعت، أجرت، وكلت، وهبت، طيب ينعقد بها العقد بالإجماع. أما صيغة المضارع فمثل مثال قولنا أبيعك، أجرك، أوكلك، أهبك، فإذا كانت هذه صيغة المضارع بصيغة الحال ينعقد مع وجود النية والتأكد من وجود نية المتحدث بأي عبارة من هذه العبارات، وإذا اقترنت بالسين أو سوف فلا ينعقد العقد. صيغة الأمر مثل قولنا بع، أجر، وكل، هب، فهذا المسألة في محل خلاف على قولين، فالقول الأول أن العقد لا ينعقد، والقول الثاني يقول أنه ينعقد. أما صيغة الاستفهام مثال قولنا هل تبيع، هل تؤجر، هل توكل، هل تهب، فهذه بالإجماع لا ينعقد العقد بها.
هذه الصيغة. أما التعبير عن الإرادة باللفظ في القانون اليمني، فالقانون يقول أن عقود المعاوضة تنعقد بأي عبارة تدل على إرادة التراضي، تمام؟ فلا يشترط التقيد بصيغة معينة. التعبير عن الإرادة بالكتابة، فالكتابة هي صورة من صور التعبير الصريح عن الإرادة ينعقد بها العقد، وشريطتها أن تكون مستبينة بأن تكون على أي جسم مادي، ورق، خشب، معدن، حجر، ميكروفيلم، فلاش، قرص صلب، قرص ضوئي وإلى آخره. أما إذا كانت غير مستبينة كالكتابة على الماء أو الهواء فلا يعتد بها. فهنا لا فرق في انعقاد العقد بالكتابة إيجابا أو قبولا بين حاضرين أو غائبين. يستثنى من ذلك عقد الزواج لخصوصيته إلا إذا وصل تبليغ القبول إلى مجلس العقد الذي يضم الشهود فينعقد العقد. التعاقد بالفعل وهو ينطوي تحته التعاقد بالمعاطاة والتعاقد بما يدل على الرضا. فالتعاقد بالفعل إما بالمعاطاة أو بما يدل على الرضا. فالتعاقد بالمعاطاة هي التعاقد بالمبادلة، التعاقد بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي من خلال تسليم الثمن وقبض المبيع دون قول، دون قول. أجاز القانون اليمني البيع بالتعاطي بما جرى عليه العرف دون تحديد. فالتعادل أيضا التعادل بما يدل على الرضا هي صورة من صور التعبير عن الإرادة، وحقيقته أن يتخذ المتعاقد موقفا يدل على الرضا بالعقد أيا كان موضوع العقد، سواء كان بيعا أو إجارة أو نحوهما. من صوره التعاقد بما يدل على الرضا أن يعرض التاجر بضاعته ويضع عليها الثمن، فهذا يعد منه إيجابا ويعد نقد الثمن من الزبون قبول. مثال آخر، ركوب عربة معدة لنقل الناس ويسلم الراكب الأجرة إلى صاحبها أو العامل عليها فينعقد العقد بهذه السلوكيات. التعبير الضمني عن الإرادة هو استخلاص الرضا من القابل بالتعاقد من خلال تصرفه أو سكوته، وبالتالي دلالة التصرف على القبول. فالتعبير الضمني يستخلص بصورة غير مباشرة من خلال ما يقوم به القابل من التصرفات. مثال ذلك قيام الوكيل بتنفيذ الوكالة، لم يقل قبلت أو ما إلى ذلك ولكنه قام بالتنفيذ. أيضا من الأمثلة على التصرف، دلالة التصرف على القبول، بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد نهاية الإيجار دون اعتراض من المؤجر. في هذه الصور وأمثالها يستطيع القاضي أن يستدل على الرضا من خلال التصرف الإيجابي الذي قام به القابل. لا يستثنى من ذلك إلا الحالات التي ينص عليها القانون أو الاتفاق على ضرورة التعبير الصريح. دلالة السكوت على القبول، السكوت على العمل سلبي فلا يجوز أن يكون إيجابا، ودلالة السكوت على القبول فلا يخلو إما أن يكون مجردا وإما أن يكون سكوتا ملابسا. والسكوت المجرد يقصد به هو الذي يخلو عن كل قرينة تدل على الرضا أو وجود تعامل سابق. فالسكوت المجرد هو والعدم سواء، عملا بقاعدة القاعدة الأصولية لا ينسب لساكت قول إلا ما استثني بنص. طيب، عدم الاعتداد بالسكوت المجرد مبدأ عام يستخرج من الاستصحاب وهو دليل أصولي. السكوت الملابس ليس مجردا، هو السكوت المقترن بقرينة تدل على الرضا من القابل عملا بقاعدة السكوت في معرض الحاجة بيان. فأحوال السكوت الملابس واعتباره قبولا، أولا إذا كان هناك تعامل سابق بين الدائن والمدين، وكأن يرسل البنك كشف حساب إلى العميل ولم يعترض الأخير وسكت فيعد قبول منه. الأمر الآخر أو المثال الآخر، إذا كان العرف التجاري قد جرى على أن عدم الرد يعد قبولا، كأن يرسل التاجر بضاعة لعميله ويضيف في الفاتورة شرطا جديدا لم يرفضه المشتري في وقت معقول وإنما سكت، فإن سكوته يعد قبولا بالشرط. ثلاثة، ومثال ثالث، وجود عقد سابق بين تاجرين وأرسل أحدهما للآخر عقد جديد تعديلا للأول وسكت المرسل إليه فهو يعد قبولا بالتعديلات.
مثال رابع، إذا كان هناك إلزام قانوني بالرد أثناء فترة الخيار أو فترة التجربة أو المذاق، وانقضت المدة وسكت من له الخيار فسكوته يعد قبولا. تابع حالات السكوت الملابس واعتباره قبول. إذا كان الإيجاب لمنفعة من وجه إليه محضا دون عوض، مثال الإبراء من الدين، المدين سكت فيعد قبول بالإبراء. الهبة، السكوت العارية، وكل هذه فيها سكوت ملابس ويعتبر فيها منفعة محضة لمن وجه إليه التعبير. عرض الكفالة للدائن على مدينه، كل هذه الأمور سكوت من وجه إليه، هذه العروض يعد قبولا منه لوجود قرينة المنفعة دون عوض. النشاط، عزيزي الدارس، قم بالرجوع إلى كتاب الدكتور محمد الشامي مصادر الالتزام، واذكر أركان العقد لدى فقهاء الشريعة الإسلامية. أسئلة التقويم الذاتي، أجب عن الأسئلة الآتية: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ فيما يأتي. 2. اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. 3. اذكر صيغ التعبير عن الإرادة باللفظ. تدريب، عزيزي الدارس، من خلال التعريفات السابقة لمفهوم التعبير عن الإرادة، هل يمكنك ملاحظة أوجه التشابه والاختلاف فيما بين السكوت المجرد والسكوت الملابس؟ نأتي إلى وجود التراضي. الالتقاء الإيجاب بالقبول هو ذات التراضي، وهو الذي يترتب عليه أو يرتب عليه الشرع أثره تنفيذا لإرادة المتعاقدين. والتراضي في القانون اليمني ما يصدر عن أحد العاقدين للتعبير عن إرادته أولا وهو الإيجاب منه، وما يصدر من العاقد الآخر للتعبير عن إرادته قبول منه. نأتي إلى ما لا يعد من الإيجاب. أولا، لا تدخل في نطاق الإيجاب مرحلة التفاوض التي يجريها المتعاقدان حسب المألوف، وكل متفاوض حر في قطع هذه المفاوضات متى شاء، إلا أن يقترن قطع التفاوض بسوء نية، وتترتب على قطع التفاوض إلحاق الضرر بالمتفاوض الآخر. 2. لا يدخل في نطاق الإيجاب إعلان دعوة الجمهور للدخول في المناقصة أو المزايدة. 3. لا يدخل في نطاق الإيجاب إرسال الكتالوجات أو النماذج التي تحتوي على الأسعار الجارية. ماهية الإيجاب؟ هو التعبير عن الإرادة الأولى، وهو لا يخلو إما أن يكون صريحا باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهمة أو وغير ذلك من وسائل التعبير الصريح، وإما أن يكون ضمنا كعرض البضاعة وعليها الأسعار. ويمكن أن نعرف الإيجاب بأنه تعبير شخص عن إرادته بوجه حازم في إبرام عقد معين مع شخص آخر. شروط الإيجاب، يشترط في الإيجاب أن يصدر من إنسان مميز على الأقل، أن يكون الإيجاب باتا بأن يكون الموجب قد أبرز رغبته بصورة قاطعة في إبرام العقد، أن يكون الإيجاب منجزا بأن لو اقترن به قبول فإن العقد ينعقد في الحال، أن يوجه الإيجاب للشخص المقصود كي يقترن به القبول فينعقد العقد. القوة الملزمة للإيجاب، القانون هو أساس القوة الملزمة للإيجاب. ماذا يترتب على الموت أو فقد الأهلية على الإيجاب؟ خلاف في ذلك على قولين: الإيجاب يبطل بموت الموجب أو فقد أهليته، وخيار تلقي القبول لا يورث. الإيجاب لا يسقط، فإذا صادفه قبول انعقد العقد، ويترتب على هذا أن خيار تلقي القبول يورث، هذا القول الثاني وهو ما سار عليه القانون اليمني. النتائج المترتبة على الموت أو فقد الأهلية: إذا توفي الموجب قبل أن يصل الإيجاب إلى علم الموجب له فإن الإيجاب يظل قائما، فإذا صادفه قبول انعقد العقد لانفصال الإرادة عن صاحبها بمجرد التعبير عنها. إذا استعمل الورثة حق خيار الرجوع عن إيجاب مورثهم وأعلنوا الموجب له قبل أن يصل الإيجاب إلى علمه فلا ينعقد العقد. إذا توفي الموجب وكانت شخصيته محل اعتبار فإن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه حتى وإن اتصل بعلم الموجب له. أحوال سقوط الإيجاب الملزم:
إذا اقترن بالقبول بما يزيد بالإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه، فيعد هذا القبول إيجابا جديدا يحتاج إلى قبول فلا ينعقد العقد. وإذا رفض الإيجاب من أو رفض الإيجاب ممن وجه إليه خلال المدة المقررة لبقاء الموجب على إيجابه. أيضا من أحوال السقوط إذا انقضت مدة الإيجاب دون قبول من الطرف الآخر. أيضا يسقط إذا هلك محل الإيجاب بسبب لا يد للموجب فيه. أحوال سقوط الإيجاب غير الملزم: إذا اقترن الإيجاب بالقبول بما يزيد بالإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه، فيعد رفضا يتضمن إيجابا جديدا. فإذا رفض الإيجاب أو رفض الإيجاب ممن وجه إليه، إذا عدل الموجب عن أو عدل الموجب عن إيجابه قبل أن يستعطف إيجابه قبولا، إذا حصل بعد الإيجاب إعراض عن القبول كدخول المتعاقدين في حديث آخر ليس له صلة بموضوع العقد، إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ثم ينفض المجلس ماديا أو معنويا دون صدور قبول كأن ذهب أحدهما أو كلاهما لشأنه. تدريب: عزيزي الدارس، قم بوضع النتائج المترتبة على الموت أو فقد الأهلية في مخطط مفاهيمي أو شكل توضيحي يلخصها جميعا. أسئلة التقويم الذاتي: عزيزي الدارس، أجب عن الأسئلة الآتية: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. 2. اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. 3. اشرح شروط الإجابة كركن في التراضي. الخلاصة عزيزي الدارس، تناولنا في هذا اللقاء تعريف بأركان العقد، وخلصنا أن الركن الأول هو التراضي، وتناولنا مكونات التراضي التي هي الإيجاب والقبول، كما تطرقنا إلى وسائل التعبير عن الإرادة، وتناولنا أيضا التعبير الصريح والتعبير الضمني، كما عرضنا وجود التراضي بصدور الإيجاب والقبول وصيغ التعبير عن كل منهما. تكليف اللقاء الثاني: عزيزي الدارس، مطلوب منك بعد دراسة هذا اللقاء أن تقوم بعمل الآتي: الرجوع إلى كتابة الدكتور محمد الشامي مصادر الالتزام، وتكتب في الموضوع التالي: وسيلتي التعبير عن الإرادة، الكتابة والإشارة، وما هي الاستثناءات عليها خاصة فيما يتعلق بعقد الزواج.